تجربة العنبرود أو البابايا. والله في الحقيقة أنا ما قد أكلته ولا أدري كيف طعمه، فبنجربه معكم ذا الحين ونشوف. وهذا هو شكله من الداخل. الحبوب هذه بناخذها ونحاول أن نبذرها نشوف هل تشطى معنا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نشوف. قريب من طعم الشمام، فيه من الشمام. بس تدرون اني قطفت هذه من المزرعة وخليتها شهر كامل وهي عندي في البيت الى ان استوت واصبحت حالية. بعضهم ياكلها وهي ما قد استوت يقول طعمها مر، طعمها لا، خلها تستوي لين تجي لونها احمر.